النادي المصري الموجود في الكونغو. ناخد السيد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم النادي. سيادة النائب مساء الفل عليك يا فندم. مساء الفل يا كابتن احمد، بمسي الله عليك وعلى كل مشاهدينكم. مساء الفل على حضرتك، طمنا الاخبار، الاجواء، الطقس، الاستقبال، موعد المباراه النهائي. يعني هتبتدي كده المباراه ان شاء الله يوم الاحد الساعه 6 بتوقيت مصر، 5 بتوقيت الكونغو. احنا وصلنا امبارح وادينا تدريب. اول ما وصلنا كانت رحله حوالي 11 ساعه، يعني كان فيها ترانزيت. لكن كان في استقبال اكتر من رائع من معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو الديمقراطيه، وكل رجال السفاره بصراحه مش سايبيننا في كل الاوقات من ساعه من قبل ما نوصل طبعا في ترتيب اجراءات الاقامه وحجز ملعب التدريب والاوتوبيسات والكلام ده كله، لغايه انا لسه من شويه كان معالي السفير عازمنا كلنا على العشاء في بيته الحمد لله. يعني ويعني مش عايز اقول لك فعلا بشكره على الهوا، بشكر كل الجهه المصريه، مواقف معتاده. نعم. الطقس هنا درجه الحراره حوالي 33 34، افضل شويه من الكاميرا الحمد لله. الرطوبه شويه عاليه، لكن ان شاء الله يوم الماتش يعني منتظر هطول امطار، فان شاء الله يعني يبقى الجو مناسب. النهارده عندنا اول تمرين على ملعب المباراه، لان انت عارف احنا بنلعب على ملعب نجيل صناعي، فاللائحه بتدي لك تمرينتين على ملعب المباراه. النهارده عندنا التمرين الاساسي. الملعب على فكره هو الملعب اتجدد بطريقه كبيره، احنا كنا هناك في 2018 لكن تم تجديد ارضيته والمدرجات، فالملعب كويس. طبعا النجيل الصناعي بس طبعا مع الحراره تبقى العمليه شويه، لكن صحيح. ان شاء الله هنبقى فيكس. بكره ان شاء الله التمرين الاخير الساعه 5 في وقت المباراه، وان شاء الله الساعه 11 في المؤتمر الصحفي باذن الله مع الكابتن مهين الشعباني قبل المباراه. هل في جاليه مصريه؟ هل في جاليه عربيه؟ هل متوقع حضور جماهير حتى لمسانده الفريق المنافس؟ ما فيش، ما اظنش. احنا طبعا انت عارف احنا بنلعب في الكونغو الديمقراطيه، حتى الفريق المنافس من الكونغو برازافيل. نعم. فمش هيبقى فيه غالبا احنا معانا رجاله السفاره المصريه بس هتبقى بتشجعنا. نعم. يعني مش متوقع حضور عدد كبير، الملعب على فكره ده يسع ل 60,000 متفرج، لكن طبعا هيبقى فاضي علينا شويه في الماتش ان شاء الله، وان شاء الله نادي مباراه بطريقه باسم مصر. احنا زي ما اتعودنا كده من لعبتنا وجهازنا الفني ان احنا دايما مركزين، وان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه زي ما اتكلمنا كابتن احمد قبل كده معاك. نعم. المباراه دي هتحطك تكملك في صداره المجموعه، صحيح، تحسم لك باكثر من 90% التاهل ان شاء الله لدور الثمانيه، فاحنا مركزين جدا ان شاء الله ان احنا نحاول نخلص هنا في الكونغو، وثم ان شاء الله نرجع على مصر وناخد الثلاث نقاط الاخرى ان شاء الله من اوتوغو برضو. نعم. ونبقى متصدرين المجموعه باذن الله. هل هناك اي اصابات ولا الحمد لله بتطمن الناس الفريق والبعثه كلها بخير من فضل الله؟ لا، احنا الفرقه اللي احنا جايين الحمد لله ما فيش اصابات. فيش النهارده عصام ثروت الحارس مرمى كان عنده شد شويه فريح النهارده من تدريب اليوم. كريم العراقي عنده ايقاف فما جاش معانا، واحمد الشيخ برضو عنده اصابه كان لسه بيجهز ما جاش معانا، لكن الحمد لله الكل شايف اللعيبه في تركيز، في اصرار، وفي عزيمه ان شاء الله ان احنا نقدر نفوز بالمباراه ونرجع بنتيجه تفرح جماهيرنا ان شاء الله في كل مكان، وتأدي مباراه الاهم تليق باسم مصر وباسم النادي المصري ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سياده النائب حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم الفريق بالمناسبه.